معنى أن يقال إن الشر ليس إليك، يعني الله تبارك وتعالى. إيه نعم، الله خلق الشر ولا يفعله سبحانه وتعالى، لا ينسب فعل الشر إلى الله، كفعل القتل أو شرب الخمر أو السرقة أو الكذب، لا ينسب، الشرك لا ينسب إلى الله تبارك. الله خلق المعاصي سبحانه وتعالى، خلق أهل المعاصي، خلق الشيطان الذي هو سبب هذه المعاصي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن ما أمر بالمعاصي، أمر بالطاعة، أمر بالابتعاد عن المعاصي، ولم يأمر بالمعاصي سبحانه وتعالى. فلذلك يقال والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله، وإنما ينسب الشر إلى الناس. الله خلق الشر وقال اجتنبوه، إنما أوجدته ابتلاء. فإذا فعل الناس الشر لا يقال إن الله فعل الشر، لا ينسب إلى الله، ينسب إلى الله خلقا لا فعلا، ينسب إلى الله خلقا لا فعلا. الله لم يفعل الشر سبحانه وتعالى، كمثل يعني الحديث المشهور إن الله تبارك لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر فيها فقال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالمكاره، فقال اذهب فانظر إليها، فنظر يقال خشيت ألا يدخلها أحد، ثم قال اذهب فانظر في النار، فنظر فيه فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفت بالشهوات فقيل له انظر إليها، فنظر قال أخشى ألا ينجو منها أحد. فهذه الشهوات وهذه المكاره إنما وضع الله تبارك ابتلاء واختبارا للناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقصد أن الله تبارك لا ينسب الشر إليه فعلا، ولكن ينسب إليه خلقا. وإذا قال إبليس الذي هو رأس الشر خلقتني من نار، يقول لله تبارك وتعالى. نعم.